أعزائنا المشاهدين، اليوم موعدنا مع لقاء هام جدا مع شخصية هامة في الجالية العربية، شخصية لعبت دور هام جدا بالذات في مجال في حقل الفن المسرحي، ولكن نظرا لظروف معينة هنعرفها اليوم اختفت الفنانة والممثلة القديرة لورا الأطريب، ولنا معها اليوم لقاء هام جدا تنسمع منها رحلة حياتها في خلال السنين الماضية. أستاذة لورا، أهلا بيكي في تلفزيون الغربة. أهلا بيك أستاذ ناجي. ممكن تعطي، طبعا أنت غنية عن التعريف، ولكن اللي ما بيعرفوكي كيف نقدم، حاولي انك تدي فكره بشكل عام في بدايه عن من هي لورا الأطريب وايه النشاطات اللي انت مريتي بها قبل كده. انا ولدت بلبنان وتربيت بلبنان ايام طفولتي. باول ايام المراهقه هجرت على استراليا لعند ماما كانت باستراليا، وتربيت وتزوجت باستراليا من شاب لبناني، وصار عندي منه ولدين. ما انتهينا مفترقين لانه ما توفقنا بزواجنا، وبعد تقريبا 5 أو 6 سنين من فراقنا انا دخلت المسرح، لانه كان عندي دايما محبة للغة العربية ولمجتمعنا. ما بدي انسى زي الحياة العربية، ما بدي انسى لغتي، ما بدي انسى the style of life اللي عشته بالبيت. ممتاز جدا. ممكن الفن المسرحي بالنسبة لك انت، طبعا الفنون، في فن الرسم وفي فن التصوير وفي فن الكتابة، الفن المسرحي لي يعني خاصية تختلف عن بقية الفنون. صحيح. ايه هي الخاصية دي؟ اولا بالمسرح لما نتمرن على مسرحية بيبقى العمل حلو كتير، جو حلو كتير كعائلة، يعني بتبقى في حرارة، بتبقى في معاطات ما بين الاشخاص، صداقات، كتير جو حلو. بعدين حلو كيف منساعد بعضنا، بتحس بالجو الفني كمان بيعلمونا قيمة الحياة الاجتماعية وأهمية النوعية بالفرد بالإنسان، مثلا العطاء، السماح، التقدير، مثلا نقد العهد بالمجتمع، كثير أشياء بنتعلم. ممكن مثلا لو قلت لك إنه لو أخذنا مثلا الموسيقى، فهي فن مستقل بذاته، ممكن الموسيقار يلعب أو العواد يلعب على العود، هذه موسيقى فقط. الكاتب يستخدم الكلمات وينتج كتاب أو قصة، فهو يستخدم الكلمات فقط. أما في المسرح فتجتمع الكلمات والموسيقى والسيناريو وحركة الأشخاص وأشياء أخرى كثيرة في هذا المكان المظلم من المسرح. إلى جانب الإمبروفازيشن، الارتجال، الواحد يرتجل. أهمية العمل المسرحي هو إنه بتقدم عمل حار لايف، عم بتقدمه خاص للمشاهد اللي قاعد قدامك، يلي جاي خاصة تيحضرك، يعني عم تقوم بعمل خاص لهالشخص اللي جاي يحضرك. بعدين شغلة تانية إنه إذا بتقوم بأي غلطة صغيرة تصحيحها بيبقى أصعب بكتير من العمل التلفزيوني أو العمل الصحفي أو أي عمل آخر بالراديو. أكيد، لأنه يعني مثلاً إذا عملتي خطأ في مقال فممكن جداً بشخطة قلم زي ما بيقول أو بالديليت باتن تقدري تغيري. لورا، إيه هي أهم المسرحيات اللي أنت اشتركتي فيها؟ وكانت امتى هذه المسرحيات؟ انا بصراحه ما عندي عمل اهم من التاني،
كل عمل قمت فيه كان بالنسبة لي أهم من التاني، بس بالمعنى الكلمي إنه كل عمل قمت فيه كان كتير حلو وكتير له معاني وكتير هادف. طب أعطينا مثال مثلا، أعطينا مثال، إيه هي المسرحيات اللي أنت؟ كانت مسرحياتنا عبارة عن نقد اجتماعي عائلي ثقافي فكري من جميع الصفات. مثلا تكون بالمسرحية عالجنا مواضيع العائلة، مشكلة العائلة الشرقية، كيف بيجوا من المهجر، كيف بيعانوا قلة معرفة اللغة، كيف بيعانوا مش قادرين يعرفوا القانون، مش قادرين يعرفوا كيف يعيشوا بالبلد، كيف بينخدعوا، كيف بالوحدة تاكل بقلوبهم. يعني كنا منعالج هالمشاكل كلها، بس كان بمسرحيات الأخ غسان الحريري أكثر مواضيعه كانت معالجة مشكلة العائلة ضد المرأة. كان دايما عنده شغلة ضد المرأة، ما بعرف شو هي، بيصور المرأة كوحش، مشكلة أفلاطون. أيوة. بالنهاية بيفرجي إنه الغلط كان على الجميع، المرأة طبعا كانت بتغلط بحق أولادها من ناحية التربية الغير صائبة، والرجل مثلا عدد اهتمامه بالعائلة، بيروح بيلعب ورق كل الوقت، بيروح بيقعد بين الشباب، ناسي انه عنده اولاد بالبيت لازم يعلمهم، لازم ينمي لهم روحهم يومية. وهذا طبعا هو يعني الفن اللي له وظيفة في المجتمع. نعم. وطبعا الفن المسرحي بيلعب وظيفة هامة وحيوية جدا في معالجة مشاكل الاجتماعية ومنها مشاكل العائلة. أنا أذكر أنك أنت عملتي اشتركتي في مسرحية مع عادل إمام لما كان موجود هنا. نعم. تقدري يعني تحكي شوية عن هذا الموضوع أستاذ لور؟ هيك مطرت سنين طويلة حدا يسألني السؤال أستاذ ناجي. إجاني تليفون، كنت بالسيارة أختي عم بتسوق قدام واختي الاكبر قاعده على جنبها on the passenger seat، انا قاعده ورا، انا اصغر منه. اجاني تليفون من المنتج تبع العمل هيدا، بيقول لي نحن محتاجين لك تقومي معنا بعمل مع عادل امام. انا طبعا كانت فرحه كبيره عندي وشرف كبير انه حدا يتصل فيي ويقول لي بدنا اياكي بعمل مع عادل امام. عادل إمام فنان كبير ومعروف ومشهور، وبعدين بيقولوا إنه مسرحه حلو كتير. طبعا قبلت الدور دغري وقلت لهم لأن كان الدور حلو ما كان في شي غلط، رحت قبلتهم دغري واتصلنا وابتدينا نحكي بالموضوع. قلت لهم شو الموضوع؟ قالوا لي الموضوع إنه أنت بنت المليونير بدك تجي من أمريكا مع بيك، وبيك جاي تيزور عادل إمام عامل حفلة بمسرحية الواد السيد شغال. فأنت دورك إنه دلوعة وجاي من أمريكا بتتغنجي، وهو حتعجبيه لعادل إمام، بقى بده يجرب يحكي، بدك تجربي بدك تجربي انت تحكي، بده هو يقطعك بالكلام. قالوا لي وين، بس شفهيا ما في دور مكتوب. ما عطوني دور مكتوب. قلت لهم طيب وين الدور، بدي اقراه بدي شوفه. قالوا لي للاسف ما عندنا وقت، يعني اليوم بتبلشي بالتمارين بكره المسرحيه. انا يعني انزهلت كثير، اتضايقت لانه مش عاملة ارتجالي تمثيل قبل، بس قبلت الدور واعتمدت على ربنا. أنا بعرف لما كل ما بطلع ورا الكواليس إذا بنسى صلي بفشل، بفشل ما بقوم بالدور مظبوط. اعتمدت أني رح أطلب من ربنا يخليني أقوم بالدور على أكمل وجه. أستاذة لورا، طبعاً أنت رح أعطيك مجال تحكي في اللي بدك إياه. أستاذة لورا، أنت أكيد سمعتي أنه عادل إمام صدر ضد حكم بالسجن بعد اتهامه بتهمة إزدراء الأديان. للأسف الشديد أنا كتير 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 آسفة أني أسمع هيك خبر. فنان معروف، مفكر، ناقد،
ناقد اجتماعي، ناقد فكري بنفس الوقت، بيعالج مشاكل اجتماعية ثقافية فكرية سياسية، مشاكل على جميع أنواعها. وبعدين إنسان يستحق الاحترام إنه ينسجن. أنا متأثرة جدا جدا لسماعي هالخبر، وقلبي مع الأستاذ عادل إمام. أنا برأيي إنه ما في فنان ناقد اجتماعي فني أو سياسي أو عائلي أو ثقافي لازم ينسجن. لازم يكون في حرية رأي لجميع أفراد المجتمع، إن كانوا فرد عائلي وإن كان مشهور وإن كان مفكر وإن كان مثقف وإذا كان فلاح، لازم يكون عنده حرية الرأي. بس أنا كتير آسفة إنه العالم العربي برأيي أنا بعدني بفتكر وبصلي لحتى يوصل لهالمرحلة إنه يعطي حرية الرأي، الإنسان يحكي رأيه. أستاذة لورا، أنا قطعتك وأنا بعتذر عن إن قطعت حبل أفكارك، بس طبعا السبب هو أني أول ما ذكرتي اسم الفنان القدير عادل إمام، يعني على الحارب زي ما بنقول بلبنان، كان مهم جدا أنه نشير إلى وجهة نظرنا، وأنا بضم صوتي لصوتك، فنحن نتمنى أنه المسؤولين في مصر يتخلوا عن متابعة وملاحقة الفنانين والمبدعين في جميع مجالات الفن، لأنه نحن بنحب عادل إمام والشعب كله بحب عادل إمام، ونحن بنوقف مع عادل إمام أنه يدافع عن الحرية، يدافع عن الكلمة. الكلمة هي الذهب. في الوقت اللي أنا قطعتك فيه كنت أنت بتحكي شو صار بالمسرحية، فمن فضلك ارجعي مرة تانية لحبل أفكارك واستمر فيه. دعيوني لحتى أعمل تمارين شي ساعة تقريبا قبل المسرحية، بس أنا كنت عم بشتغل بولونغون، كنت بعيدة، جربت كتير إجي على الوقت، ما قدرت وصلت على الوقت ولا قدرت أترك شغلي بكير لأن كان كتير مهم الموضوع اللي كنت بعالجه. وصلت على المسرح متأخرة، كانوا مبلشين أوريدي بالتمارين ومخلصين. لما شافني أستاذ إصطفان هو مخرج المسرحية كتير تأثر، قال لي لورا أنا مش عارف كيف بدك تقومي بالدور، للأسف ما تمرنتي ولا عارفي وين بدك تفوتي ولا وين بدك تطلعي، so it's up to you go. رحت دقوا الدقات الثلاثة، معناته إنه المسرح ابتدى والكواليس حتفتح، ما بقى فيني احكي معه حتى تسأله شو بدي اعمل. فكنت يعني مرتكبه كتير ومنرفزه كتير. قربت من مشيره الممثله، مشيره، وكانت واقفه جنبها الفنانه رجاء الجداوي. قلت لها لمدام رجاء الجداوي انت حتقعدي حدي، لأن عارفي في وحدة منهم بدها تقعد جنبي. قالت لي لا، بدها مشيرة تقعد جنبك. قلت لها لمشيرة لو سمحتي يا مشيرة بدي اياكي تخلصيني. قالت لي كيف، شو بدك ياني اعمل؟ قلت لها مش متمرنة على الدور ولا عطيوني دور ولا بعرفي وين بدي فوت ولا اطلع، سو بدي مساعدة منك. قالت لي كيف؟ قلت لها دخلي رح ادخل مع بابا الممثل، طبعا بابا، ورح اقعد على الكنباية وانتي رح تجي تقعدي جنبي، رح احط ايدي هيك جنبك وقلقي على ايدي، يعني انه انا قاعدي لاقي ايدي على الكنباية هيك، بدي اياكي تحطي بس اصبعك النصاني على اصبعي، بس لازم احكي شدي علي شوي. وهيدا اللي صار، لما لازم كنت احكي شدت على اصبعي وحكيت انا. كان لازم اقول له لاستاذ عادل امام انت شديد قوي مع العمال بتوعك يا استاذ، فهو بيقطعني بالكلام وبيكفي. بدي اعيد المشهد 5 أو 7 مرات، وكانت مدام رجاء الجداوي شكرا لها شدت لي عصبعي كل مره. وبعدين خلصت الدور، اتطلعت اكسيدنتلي بالكواليس
لقيت المخرج واقف ورا الكواليس ويعمل لي okay, that's very happy, very happy and ending and الليل عدت بسلام وكل شيء كان اوكي. لورا انت كم مسرحيه قمتي بها؟ بصراحه ما عديتهم، بس كان عندنا مسرحيه كل 6 اشهر تقريبا، يعني على القليله شي 10، على القليله 10. واخرهم انا كتبت مسرحيه بعنوان ضحايا، قدمتها للفرقه واجتمعنا وتمرنا عليها اسبوعين، بس لقيت المسرح العربي بالمرحله اللي كنا حنبتدي المسرحيه كان ما بيقدر يستحمل العمل، كان شوي شوي بده محتاج لشويه مواهب تكون مختلفه شوي، وكان المسرح يفتقر شوي هالمواهب. فصممت اني وقف المسرحيه، وعلى امل انه المسرح يتكون ويتاسس ويكبر وينمى ويزدهر، وباذن الله one day يوم من الايام رح اقدم ضحايا. طيب انت استاذه لورا، انت يعني عندنا مثل مصري بيقول لك يموت الزمار وصباعه بيلعب، you know؟ فلانه طبعا بيتشوق الى الفن اللي بيعشقه، والعملية الإبداع ذات نفسها عملية فيها متعة كبيرة. هل أنت متشوقة إلى العودة للمسرح بعد غياب السنين الطويلة دي؟ يعني ما في كلمة بالكون بتعبر ولا بتقدر تعبر عن مدى حبي للمسرح بالذات. المسرح علمني أشياء كتيرة بحياتي. هلأ بلاقي نفسي أني إنساني بتفكر بصواب، إنساني وتعلمت صفات كتير حلوة من خلال المسرح. طيب إذا قبل ما ننزل من سماء الفن إلى أرض الواقع الأليم، حابب أسألك عن نشاطاتك الفنية الأخرى. أنا بعرف أنك أنت بتحب الكتابة، ممكن نبذة سريعة جدا عن يعني نشاطك الأدبي؟ الكلمة مثل ما بيقول المثل هي الروح، so الإنسان اللي بيقدر معنى الكلمة ما بيقدر يعيش بدونها. فالكتابة بالنسبة لي روحي. طيب اديني فكرة كده سريعة عن مثلا عمل معين إذا أمكن. أنا بعدت للأسف إنه في ظروف عائلية وفي ظروف اجتماعية جبرتني إني أبعد عن المسرح لمدة طالت المدة، وبأمل إنه يوم من الأيام أقدر أرجع للمسرح وأرجع أقدم الأعمال اللي كتبتها. كتب قصص قصيرة حاليا. أديني مثال مثلا على قصة. واحدة منهم بعنوان إعدام حقيقة على برج غباء. هذه قصة. سوري لورا، عشان المستمع بس، إعدام حقيقة. حقيقة على برج غباء. على برج as in tower، yeah؟ yes. على tower. ممكن تدينا فكرة عن إيه هو موضوع إعدام حقيقة على برج غباء؟ إعدام حقيقة على برج غباء بيرمز للظلم اللي ما له حدود والحارق يلي عم بيصيب كل إنسان بمجتمعنا لسبب عدم فهم الآخرين إله ولظروفه لتفكيره والأسباب اللي بتخلي الإنسان يتصرف بشكل معين. فمن السهل على إنسان يمض إصبعه ويقول آه هيدا عمل، هيدا سوى، هيدا أخطأ. بس الإنسان هيدا بغض النظر عن الخطيئة يلي كلياتنا متعرضين لها، كلياتنا بالحياة نرتكبها. هيدي القصة بتعالج موضوع الظلم يلي بيعاني منه كل إنسان بريء.
كيف بيعدموه، كيف بي يعني معنويا قصدي. او حتى بالحقيقه ياما في ناس عم تنعدم بالكون وهن ابرياء. ده موضوع حساس جدا جدا وهام جدا جدا. اكشلي ممكن نعمل عنه حلقه خاصه اكشلي الموضوع ده. ننزل، انا بعرف ان لك نشاطات اخرى وفنيه اخرى، بس بحب ان احنا ننهي بان احنا نرجع الى ارض الواقع نشوف كيف انت من ناحية المادية بتقدري انك انت تعيشي وترعي بيتك وتأكلي اطفالك وكل هالاشياء. ايه هي العمل التجاري او ايه هو وظيفتك او مهنتك حاليا؟ حاليا ومع الاسف اني ما قدرت اخذ الطريق اللي انا بحبه واللي انا محتاجت له اكثر مني محتاجي اتنفس نسيم الهواء او اشرب نقطه مي او اكل لقمي لحتى ما اموت. انا بحب مجال الادب والفن والفكر والثقافه. مع الاسف مثل ما ذكرت انه ظروفي الماديه، ظروفي الاجتماعيه، ظروفي العائليه ما سمحت لي. عشان اقدر كفي الطريق درست ماده ريل استيت. يعني هي حلوه مش بطاله، وحلو الشغل بمجال الريل استيت، بس مش المجال اللي انا بطمح له بروحي لاخر حدود. بس بحبه مش معنى انه ما بحبه. ابتديت مؤسسه صغيره برايفت كمباني بعنوان ناشونال بروبرتي اكسبرتس بروبرايتري ليميتد، لبيع وشراء العقارات والاجار كمان بأجر، وبعتني كمان بدير شؤون المبنى بيقولوا له ستراتا مانجمنت. هلا حاليا عم عيش من هالمهنه هيدي، وبتمنى بالمستقبل القريب اني اقدر ارجع للمجالات اللي انا بحبها. وعم فكر كتير اني ارجع كفي علومي وكمل ميديسن. طيب لولا اللي مثلا حابب انه يلجا ليكي تساعديه بانه يسكن بشقه او يشتري بيت او شيء من هالنوع، ما هو رقم التليفون اللي ممكن يتصل عليك؟ 0-4-3-1-6-9-4-4-7-5. Can you say it again please? 0-4-3-1-6-9-4-4-7-5. اوكي. لولا انا بعرف ان انت ليكي اهتمامات كثيره جدا في الرسم وفي التصوير وفي بعرف انك انت مهتمه بعلم الطب، لان كان عندك رغبه انك انت تقضي بعض من ايامك في هذا العالم في شفاء ومعالجة المرضى والجرحى والمصابين. فأنا بعرف أن عندك نشاطات كثيرة أخرى، لكن بغرض يعني هذا المقابلة طبعا أكيد أن الأستاذ شارب البعيني راح يسمح لنا بمقابلات كثيرة أخرى في المستقبل، وبالذات أنا حابب جدا أن أعمل معك مقابلة عن موضوع تخوين الآخرين و تكفير الآخرين واتهام الآخرين بتهم كاذبة، لأن هذا الشيء يعني بالنسبة لي لعب دور كبير جدا في حياتي الشخصية. لكن قبل ما ننهي الحلقة دي، ممكن إذا في أي حاجة أنا يعني نسيت أغطيها أو في شيء هام تحبي أنك أنت توجهيه للجالية العربية في أستراليا؟ وصية صغيرة انه بتمنى من الجالية العربية يلتفتوا للمجال الثقافي الفكري اكثر، على مستوى اكثر. نحن عنا مش معنا، وانا فخورة بالموجود، انما نفتقر الحاجة. نحن لازم يكون عنا اكثر حقل فني، حقل ثقافي فكري، لانه كتير المسرح، كتير الكتاب وكتير المفكرين عم بيعانوا
عم بيعانوا. أنا مش إنسانة بتحكي بالمادة، إنما نحنا ما منعيش مثل ما بيقول المثل، ما منعيش تناكل، منأكل تنعيش. مش عم بحكي يعني نحنا بدنا نعمل نصنع الفن أو نصنع الكتابة تنغتني منه، لا، نحنا بدنا نأدي رسالة، ورسالة هادفة للخير، وتأدية الرسالة دايماً بتبقى مكلفة. في عنا كتير منتجين بالجالية العربية، تجار منتجين وبيهتموا، بيحبوا الفن، بيحبوا المجالات الثقافية، يمكن ما يكونوا عارفين كيف بدهم يتصلوا لحتى يعرفوا كيف بيقدروا يشتركوا بالعمل الفكري والثقافي. فشغلة بسيطة انهم يتصلوا باستاذ شرب البعيني وهو بدليهم. نحن كتير منشجعكم ونطلب منكم تهتموا بالمجال الفكري والثقافي، لانه اجيالنا عم بتوه، اجيالنا عم بتضيع بالمجتمع وبالغربة وحتى بالوطن كله، لانه بيفتقروا التربية الصائبة. فنحن عم نشتغل بهالمجال هيدا. شكرا، شكرا دورا على مجيئك اليوم ووقتك لتلفزيون الغربة. كنتم أعزائي المشاهدين مع لقاء مع لورا الأطريب، الفنانة العربية المشهورة والمعروفة. شكرا.